من عجائب القرآن العظيم عظمة بركته على حامله وقارئه والقائم به. كان بعض المفسرين يقول: اشتغلنا بالقرآن فغمرتنا البركات والخيرات. ومصداق ذلك في كلام رب البريات جل وعلا إذ وصف كتابه بأنه مبارك: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. بل من عجائب بركات هذا القرآن أنه يتيسر للعبد كل أموره بعد قراءته للقرآن ومع علاقته لكلام الرحمن جل وعلا. أوصى الإمام إبراهيم المقدسي تلميذه عباس بن عبد الدايم قائلا له: أكثر من قراءة القرآن ولا تترك، فإنه يتيسر لك الذي تطلبه على قدر ما تقرأ.